مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تقدم حماة العراق. سيدات والسادة المشاهدين الكرام، أينما كنتم هذه أجمل التحايا، نحييكم بها ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق، فأهلا وسهلا بكم. يستمر الانتصار ويستمر النصر. نعلن لأبناء شعبنا ولكل العالم أن الأبطال الغيارة وصلوا لآخر معاقل داعش. بدماء الشهداء انتصرنا، بتضحيات البسلاء انتصرنا. دماء الشهداء ودماء الجرحى اللي هي كانت المادة الأساسية أيضا للنصر. صنعنا الحسم وأنهينا دويلة الخرافة الداعشية. كتبنا النصر بعطر السواتر وصوت البندقية. بتوحد العراقيين انتصرنا. سيبقى الجيش حصن الوطن وسوره الكبير. سيبقى الجيش في بلاط البطولة أمير. عام جديد فيه للفرح نصر وعيد، وفيه لجيشنا الباسل ميلاد سعيد. برعاية القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، أقامت قيادة العمليات المشتركة احتفالية الانتصار الكبير والتي حضرها وزيراء الدفاع والداخلية وكبار القادة الأمنيين. التفاصيل عند هذا التقرير. محطات النصر الكبير حملت بين طياتها إحصائيات تبين أهمية ما حققته القطاعات العسكرية المشتركة والتي تم التطرق إليها خلال احتفالية الانتصار الكبير التي نظمتها قيادة العمليات المشتركة، حيث جرى البحث عن حجم المساحة المحررة والخسائر التي تكبدها العدو والتي تحققت بفعل التنسيق العالي والروح القتالية بين القوات الأمنية. ما ميز معاركنا وانتصارنا في معركة التحرير هو هذا العمل المجتمع ما بين قوات الجيش والشرطة الاتحادية، الرد السريع، قوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. هذا اللي يقصد به دولة القائد العام، اللي هو وحدة القيادة والسيطرة اللي تواجدت في قيادات العمليات المشتركة وتمكنت من قيادة كل هذه القوات المختلفة بالتدريب والتنظيم، ولهذا حقق النصر سريعا. كان دور كبير في هذا العلاقة بين الضباط والجنود. يعني احنا من البداية ما عندنا تمييز بين ضباطنا وجنودنا، كل احنا كتلة واحدة، ولهذا حققنا الانتصار. كما وشهدت الاحتفالية حضورا مميزا من قادة الفرق والصنوف التي حققت الانتصار الكبير، وكانت محط إشادة القائد العام للقوات المسلحة الذي أثنى على التضحيات التي قدمتها، لا سيما الجهود الإنسانية التي بذلت في تخليص المدنيين من إجرام داعش. تم تقديم الخدمات من قبل 9 وزارة اتحادية وخاصة وزارة الهجرة، وكان الجانب الإنساني هو طاغي على العملية العسكرية، ومن خلال العمل منظمات الأمم المتحدة الخمسة، وكان له الدور الكبير. تم تكريم كل قادة الجهاز من قبل السيد القائد عام القوات المسلحة بيوم النصر بعد الجهود اللي بذلها والمتميزة، وبشهادة العدو قبل الصديق جهاز مكافحة الإرهاب في تحقيق النصر الكبير مع أخوانا من الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتهم. الجهود الساندة لعمليات التحرير ممثلة بمفارز العمليات النفسية وخلية الإعلام الحربية، فضلا عن دور مؤسسات الإعلام العراقي، كانت ضمن المحتفى بهم، وتم تكريمهم على الدور المميز والتضحيات التي قدمتها طوال عمليات التحرير. We'll be right back.
في زيارة تاريخية هي الأولى له إلى العراق، التقى السيد وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي رئيس أركان الجيش التركي قلوسي أكار، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العسكرية بين العراق وتركيا في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب. وهنأ رئيس الأركان التركي وزير الدفاع والشعب العراقي بمناسبة الانتصارات التي حققتها قوات الجيش العراقي على العصابات الإرهابية، حيث جرى استقبال رسمي له من قبل رئيس أركان الجيش الفريق والركن عثمان الغانمي. وعقد الجانبان اجتماعا حضره كبار القادة والضباط في الوزارة، حيث تم التأكيد خلالها على تعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجال العسكري وتبادل الخبرات وتكرار المناورات بين القوات العراقية والتركية. بعدها عقد مؤتمر صحفي تم خلاله إيضاح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. الأخ رئيس أركان الجيش التركي إلى رئاسة أركان الجيش، الزيارة طبعا مخطط لها مسبقا ومتفق عليها، كانت تحمل بين طياتها الكثير والكثير. أولا في مقدمتها تقوية العلاقات العسكرية في مجال التدريب ومجال المناورات وتبادل الخبرات، أيضا اتطرقنا إلى مواضيع أمنية تهم البلدين الجارين، فتح آفاق مستقبلية كبيرة في مجال التسليح والتجهيز بين البلدين المسلمين الجارين. أيضا ناقشنا أنه تشكيل لجان بين البلدين حتى نناقش بعض الملفات اللي تحتاج إلى دراسة معمقة في مجال تبادل الاستخبارات، في مجال خبرات مكافحة الإرهاب، في مجال أمن الحدود، في مجال التدريب المشترك، وكثير من المجالات الأخرى. أعتبرها أنا من وجهة نظري زيارة تاريخية حققت الكثير والكثير. بالتأكيد هكذا زيارة وتنمية للوضع الأمني وأمن الحدود بين البلدين راح تولد انتعاش كبير للشعبين، ينصب في خدمة الشعبين العراقي والتركي في كل المجالات الاقتصادية والثقافية وكثير من المجالات الأخرى. كما تعلمون أن بين العراق وتركيا علاقات تاريخية عميقة جدا، ونأخذ مبدأنا من علاقاتنا التاريخية وهو الذي يقوي علاقاتنا. وأنا أعتقد أن علاقاتنا ستتطور بشكل أكثر، خاصة علاقات القوات المسلحة مبدئيا من العلاقات التاريخية الوطيدة. وأنا أعتقد أن علاقاتنا ستتطور، التعاون بيننا خاصة في مكافحة الإرهاب، وأعتقد أن هذه العلاقات ستكون بين القوات المسلحة في المستقبل أكبر. سنحت لنا الفرصة تناول التفاصيل كلها بين عن جهة العلاقات العسكرية، وتبادلنا بعض الآراء القيمة، وقمنا بتخطيط مستقبلنا للتعاون العسكري. محبة صنعتها مواقف الرجال، وألفة رسمتها أنامل الأبطال. هكذا هي العلاقة بين الشعب وجيشه، علاقة ملؤها الحب والاحترام والتقدير. تعاون المواطنين مع القطاعات العسكرية، وإسناد الشعب للمكلفين بالواجبات الأمنية. كان ولا زال هو الدور الأكبر في تحقيق المنجزات، وفي صناعة النصر وبث السلام والحياة. المواطن والمقاتل، المواطن والمقاتل، شريكان أساسيان في صنع الأمن والسلام. سادتي الأكارم، ضيف حلقة برنامج حماة العراق لهذا الأسبوع السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية. احنا وضعنا فقرة بتلزم وزارة الدفاع والداخلية وتلزم الحكومة
تلزم رئاسة الوزراء بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم ودون أن تحدد بسقف زمني، يعني مو فقط من 2014 فما فوق، وإنما تلزم الحكومة بإعادة جميع المفصولين المفسوخة عقودهم في الفترات الماضية. ولذلك هذه طبعا درجة وتخصيص من فائض واردات النفط. هذه طبعا هذا العدد بالتأكيد هم أعدادهم كبيرة. احنا يعني رحنا تكلمنا مع وزير الدفاع وتكلمنا مع وزير الداخلية، ما عندهم أي مشكلة بإعادتهم، لأنه اليوم وزارة الدفاع تحتاج عدد كبير من الجنود، وزارة الداخلية تحتاج عدد كبير من الشرطة والمنتسبين. راح تشكل لجان تنتقي هؤلاء من عدة أسباب، ويعني أنه أرضية عودته ساهم في بناء المؤسسة، وهو يكون عنصر فاعل ومؤثر وما يكون يعني علي سلبيات، بالتأكيد راح يعاد. وضعنا فقرة كذلك بتحويل العسكريين في وزارة الدفاع، طبعا ليست فقط وزارة الدفاع، وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية حملت الشهادات أن يتم تحويلهم إلى صفة مدنية. بالتأكيد اليوم احنا عندنا فقرتين مهمة بهذا الموضوع، أو جانبين مهمين بهذا الموضوع. الجانب الأول، هذول الخريجين هل يجوز مثلا وزارة الدفاع بها أعداد كبيرة من الخريجين، هل يجوز أنه ذولا كلهم هاي الكفاءات واللي تعلموا واللي يعني تدربوا واللي صار عندهم فكرة ووعي عسكري، وزارة الدفاع بها هاي مفاصل مهمة، بها العقود وبها التسليح وبها التجهيز وبها الإعلام وبها يعني مفاصل كثيرة ممكن أن يخدم بها هذا الجندي اللي هو صاحب يعني شهادة. هذا بدل ما أحاول مثلاً أنا مثلاً للمالية، أو أحاول مثلاً للتجارة، أحاول للنقل، من يرغب ولا حاجة لوزارة الدفاع بنقل خدماته ممكن أن يتحول للأمن الوطني أو المخابرات أو للوزارات المدنية، وممكن قسم من هؤلاء استثمارهم والاستفادة من خبراتهم ووضعهم وتحويله من جانب عسكري إلى جانب مدني في داخل وزارة الدفاع. بهدف تعزيز قدرة القوة الجوية العراقية، وصلت طائرتين من نوع T-15 على كوريا الجنوبية الصنع، والتي تمثل إضافة نوعية لسلاح الجو العراقي. بعد إكمال العقد بين العراق وكوريا الجنوبية، وزارة الدفاع تسلم عدد من طائرات T-15 بمعداتها الفنية والأسلحة الخاصة بها. كاميرا إعلام وزارة الدفاع ستوثق لكم حال وصول هذه الطائرات، رافقونا. هذه الطائرة هي طائرة متطورة، طائرة ذو تقنية عالية، طائرة هي شبيهة بطائرة F-16، وبالمناسبة هي شراكة بالإنتاج بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين جمهورية كوريا الجنوبية. طائرة T-15 تستخدم لعدة أغراض، الأغراض القتالية وأيضا للأغراض التدريبية للتدريب المتقدم للطيارين. الطائرة تحمل نفس الأسلحة التي تحمل من قبل طائرات F-16 أو الطائرات المتطورة الأخرى. هذه الطائرة أنا شخصيا أعتبرها هي طائرة المستقبل للطيارين العراقيين، ليكونوا طيارين أكفاء كما كانوا طيارين أكفاء سابقا في القوة الجوية. القوة الجوية العراقية معروفة على منذ تأسيسها بأنه أكفاء الطيارين هم كانوا موجودين بالمنطقة بالقوة الجوية العراقية، والحمد لله نجحنا، واليوم لدينا طائرات مقاتلة من مناشئ من الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الطائرة من كوريا الجنوبية، طائرات من روسيا الاتحادية.
طائرة تحمل صواريخ جو-جو، جو-أرض، وكذلك مدفع رشاش، وأسلحة تعتبر ذكية في الوقت الحاضر، إضافة إلى رادار متقدم وآلية تسديد جدا راقية ودقيقة. دفعة جديدة من طائرة T-50 الكورية تنضم لأسراب القوة الجوية العراقية، وتوصف بأنها ذات أغراض متعددة تضاهي نظيرتها طائرة F-16 الأمريكية. من قيادة القوة الجوية محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع. بهدف الاهتمام بالتدريب، تواصل مدرسة ضباط صف المشات استقبال الدورات للضباط والمراتب من أجل رفض الصنف بعناصر كفوءة قادرة على تقديم الإضافة للوحدات والتشكيلات القتالية. التفاصيل عند أيوب الصافي. ضمن توجيهات السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الرامية إلى الاهتمام بالتدريب، تواصل مدرسة ضباط صف المشات استقبال الدورات للضباط والمراتب وتدريبهم على مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة المستخدمة ضمن صنف المشات، فضلا عن استقبال الدورات الحتمية والتطويرية والأساسية والاستثنائية لرفض الصنف بعناصر اختصاصية قادرة على تقديم الإضافة للوحدات والتشكيلات القتالية. بتوجيه من السيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم، والذي تضمن العودة للسياقات العسكرية وأن يكون عام 2018 عام التدريب، فتحت مدرسة ضباط صف المشات أبوابها لكافة وحدات الجيش العراقي من قيادة العمليات والفرق والعلو والأفواج، بالإضافة إلى المؤسسات التدريبية، لفتح دورات تخص الأسلحة الساندة والمتوسطة والخفيفة، حيث يشترك المتدرب في هذه الدورات ضمن خطة أعدت من مدير التدريب العسكري، تكون دورات أساسية وتطويرية، وكذلك توجد دورات استثنائية. شملت هذه الدورات الاستثنائية دورات الـ SBG-9، سلاح الـ SBG-9 مقاومة دبابات، وسلاح الـ 106، والسلاح الآخر الثقيل الـ 14.5 الرشاشة الثقيلة. وتحرص المدرسة على تزويد المتدربين بمختلف العلوم العسكرية والمهارات المختلفة والتدريب على الأسلحة الساندة، وتولي اهتماما كبيرا بمفردات التدريب البدني وتدريب الدورات في ميادين اللياقة البدنية العنيفة والمبسطة والضاحية العسكرية والمطاولة لغرض إعداد ضباط صف ومقاتلين أشداء قادرين على تحمل مختلف الظروف الصعبة. جناح هذا المعلمين يأتينا الجندي من الوحدات يدخل دورة عندنا 6 أشهر، الـ 6 أشهر تكون مركزة، الشهر الأول والثاني تقريبا يكون دورة تأهيلية، تدريب عسكري أساسي، تعليم منظم بالإضافة إلى الحركات العسكرية جميعا. بالنسبة للشهر الثالث نقوم بتدريبه على جميع الأسلحة الخفيفة المتوسطة ومن ثم الأسلحة الثقيلة. أهم الأسلحة تم تدريبها لدورة المهذبين 6 الاستثنائية اللي هي الأسلحة الثقيلة، ولكونهم ضباط صف راح يأتون وحداتهم ويقوم يهيئون جنودهم وفي كافة الفصائل والأفواج والألوية، فأكدنا على الأسلحة الثقيلة اللي هي أسلحة تخص المدفع SBG-9 ومدفع 106 وهاون 81، وتم اختيار نخبة كاملة من هذه الدورة وممارسة بكافة التعبئة في الرماية في هذه الأسلحة. يذكر أن مدرسة ضباط صف المشات تتكون من 4 أجنحة وفصيلة التمارين والمظاهرات، وهي تعد من المؤسسات التدريبية التابعة لمديرية المشات لدائرة التدريب، وتملك كوادر تدريبية وتعليمية محترفة. تكون مدرستنا مدرسة ضباط صف المشات من 4 أجنحة، اللي هو جناح إعداد المعلمين، وجناح ضباط الصف، وجناح الأسلحة، وجناح الإداري، بالإضافة إلى فصيلة التمارين والمظاهرات. قامت مدرستنا بإعداد كوادر من المتدربين من كافة فرق الجيش العراقي الباسل، بضمنهم ضباط الدورة 107، وتم إدخالهم على كافة أنواع الأسلحة وتدريبهم بشكل وإعدادهم إعداد جيد بحيث يكونون معلمين في وحداتهم. نعم، يختص هذا على هذا السلاح. أول شيء نعلم على الخواص الفنية والخواص التعبوية، بعدين نعلم على تفكيك وتركيب السلاح، بعدين نعلم على العطلات اللي تصير، توقفات العامة وتوقفات الخاصة، على نوع العتاد اللي يرمي وكيفية استخدام العتاد، وكل عتاد وإلى نوعه وإلى شخص اللي نستخدم للدروع، يستخدم للأشخاص، يستخدم للطائرات الهابطين بالمظلي. يعد التدريب من الركائز الأساسية الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الجيش العراقي، لذلك يسعى القائمون على المؤسسة العسكرية إلى جعل العام 2018 عام التدريب من منطلق قطرة عرق في التدريب تقيك بحرا من الدم أثناء المعركة. من مدرسة ضباط صف المشات، لإعلام وزارة الدفاع، أيوب الصافي.
ضمن السياقات العسكرية التي أكد عليها السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، باشر مدخر تموين الرستمية التابع لأمرية المواقع العسكرية بتوزيع المواد الغذائية لجميع الوحدات ضمن الرقعة الجغرافية. التفاصيل عند فائق العطواني. بعد إكمال جميع متطلبات وجاهزية عمل مدخر تموين الرستموية الرئيسي، باشرت آمورية المواقع العسكرية وبإشراف المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع بتوزيع الأرزاق الجافة والطرية على الوحدات ضمن قاطع المسؤولية. ابقوا معنا والتفاصيل. الحمد لله هذا اليوم أول يوم تم توزيع الأرزاق الطرية واللحوم والألبان إلى الوحدات الموجودة ضمن قاطع رستمية، وما قبل يوم أو يومين استلموا الأرزاق الجافة لشهر آذار. الحقيقة هذه التجربة أو هذا هو السياق الصحيح، الجيش هو نقطة انطلاق السياقات الصحيحة، فيجب أنه نبدأ بأول خطوة للمنظومة الإدارية في الميدان. المذاخر هي المنظومة الإدارية اللي تسند الوحدات بالأرزاق والوقود وكل باقي مواد تموين القتال، لذلك هذه الخطوة الأولى اللي بديناها، وإن شاء الله يعني خلال هذا الشهر بدينا الرستمية والشهر الآخر مداخر أخرى، وبالتدريج إلى أن كل يعني كل قواطع المسؤولية وكل العراق راح كل محافظات راح تشتغل بها مداخر التموين، وهذه المداخر جاهزة بالكامل وراح تبدي تقدم خدمتها لكل الوحدات اللي موجودة. على بركة الله تم اليوم افتتاح مدخر تموين الرستمية، وبدأت القطعات في قاطع الرصافة وقاطع بسماية باستلام الأرزاق، وبذلك يكون بداية موفقة لعودة الجيش العراقي للمنظومة الإدارية الصحيحة. ومثل ما تعرف حضرتك بالدروس المستنبطة السابقة للمعارك أثبتت أن العودة إلى المنظومة الإدارية واكتيال الأرزاق والوقود الثلج من المداخر التموين هو نجاح للجيش العراقي، وإن شاء الله راح نبقى تباعا نفتتح المداخر اعتبارا أن تكون هاي نهاية هاي العام افتتاح جميع المداخر الموجودة في العراق. المواد تغيرت، مواد كلها من مواد درجة الأولى وبإشراف لجان شكلت من المفتشية ومن مكتب المفتش العام ومن مدير الاستخبارات العسكرية ومن المواقع ومن دارة الميرة، وتنوعت المواد وصارت بإشراف يعني بإشراف اللجان، فالمواد توصل إلى الجندي، توصل مواد صالحة ومواد جيدة جدا. أيضا باللجان أكو أطباء يفحصون هاي المواد اللي تجي من الشركات وعلى أتم بسجلات موجودة ومدة صلاحيتها. فرن منشأ تركي ويطالع عندنا، نشتغل بالساعة تقريبا نطلع 8000 صمونة، نجهز الوحدات البعيدة وجبتين مثلا وجبة مرة ثانية، والوحدات القريبة نجهزها مثلا 3 وجبات، وخلال 8 ساعات يطلع لنا تقريبا 8000 صمونة. كما أكد السيد وزير الدفاع بأن عام 2018 سيكون عام النهاية والبداية، نهاية الحرب على الإرهاب وبداية العودة للسياقات العسكرية، وما افتتاح هذا المدخر إلا هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه. من مدخر التموين الرئيسي في أمرية المواقع العسكرية لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني. تواصل الزوارق البحرية دورياتها الاستطلاعية في المياه الإقليمية للحد من عمليات التهريب والتسلل عبر الموانئ. التفاصيل عند أيوب الصافي الذي تواجد في مقر قيادة القوات البحرية في البصرة.
تواصل الزوارق الحربية التابعة لسلاح القوة البحرية واجباتها الاستطلاعية على مدار الساعة لتأمين الحماية للموانئ النفطية في مياه الخليج العربي ومتابعة إجراءات الحد من عمليات التهريب، فضلا عن متابعة دخول السفن التجارية إلى المياه العراقية الإقليمية، لما ذلك من أبعاد مهمة ترفد اقتصاد البلد. احنا حاليا عندنا زوارق الدورية أمريكية الصنع طولها 35 متر وسرعتها عالية 35 عقدة بالساعة. واجباتنا حماية الموانئ النفطية بالدرجة الأولى، كذلك حماية قناة خور عبد الله من ميناء مقصر وحتى مدخل شط العرب. يذكر أن قيادة القوة البحرية حققت إنجازات رائعة في حماية مياه العراق من خلال ضبط الكثير من المواد المهربة، كذلك إلقاء القبض على العديد من العصابات التي تحاول الإساءة إلى اقتصاد العراق وتدميره، والتي لا فرق بينها وبين العصابات الإرهابية. الواجبات الرئيسية لقيادة القوة البحرية هي حماية المياه الإقليمية والموانئ النفطية ميناء البصرة وميناء العموية والمنصات النفطية SBM3 وحماية قناة خور عبد الله، وكذلك محاسبة السفن المقصرة والممنوعة من الدخول والمحمل البضائع والقبض على عمليات التهريب. واجبات مستمرة للزوارق الحربية التابعة لسلاح القوة البحرية لتأمين الموانئ النفطية والمياه الإقليمية مع دول الجوار من ميناء قصر في محافظة البصرة. لإعلام وزارة الدفاع أيوب الصافي. تثمينا للتضحيات الكبيرة التي قدمها جرح القوات المسلحة بمختلف صنوفهم، يواصل مركز الأطراف الصناعية بذل المزيد من الجهد الاستثنائي لتوفير أفضل الخدمات الطبية. التفاصيل بهذا التقرير. ضمن الرعاية التي يحظى بها مركز الأطراف الصناعية من قبل وزير الدفاع السيد عرفان محمود الحيالي، أعلن مدير المركز عن وصول أجهزة طبية حديثة لعلاج القدم السكري واستقبال المرضى من منتسبي وزارة الدفاع لغرض التأهيل الطبي، بعد إن كان عمل المركز يقتصر على صناعة الأطراف المبتورة وتأهيل المعاقين على استخدامها. بدأ مركزنا الآن فعل موضوع التأهيل الطبي وبدأ يستقبل العديد من الجرحى الغير مبتورين، الجرحى الذين يعانون من إصابات في تحدد الأطراف العليا أو السفلى أو إصابات الظهر، وكذلك بدأ يستقبل العديد من المرضى الآخرين الذين يشكون من الانزلاقات الغضروفية العنقية أو القطنية. نود أن نعلن لكم وجود جهاز التأهيل الطبي للقدم السكري، وهو من الأجهزة الحديثة والموجودة فقط في مركزنا الوحيد اللي يتعامل بها، وهذا الجهاز هو يحل العديد من المشاكل الطبية التي يعاني منها مرضى داء السكري. كما استحدث المركز مختبر التعويضات الجزئية السيليكونية الذي يختص بعمل أطراف سيليكونية لجميع أجزاء الوجه بعد إن كانت تجرى هذه العمليات خارج العراق. طبعا احنا مركز أطراف الصناعية حاولنا جهدنا استحداث أشياء جديدة خدمة لجرحى، ومن ضمن الأشياء الجديدة اللي قمنا بإدخالها اللي هي شعبة أو مختبر تعويضات الجزئية السيليكونية بجهود ذاتية وبدعم من آمر مركز أطراف الصناعي المحترم ومدير الأمور الطبية المحترم، تم افتتاح هذا المختبر يختص بعمل أطراف سيليكونية للوجه خاصة مثل العين مثل الأذن الأنف وكافة أجزاء الوجه. مثلا هنا وجه سيليكوني إذا جريح مثلا عندنا تصوب أو شاضي أو تشوه، نقوم بعمل جزء تعويضي سيليكوني للوجه لحين إكمال عملية جراحية. جهود كبيرة يبذلها مركز الأطراف الصناعية في توفير العناية الصحية لمنتسبي وزارة الدفاع والوزارات الأمنية الأخرى، تثمينا للتضحيات الكبيرة التي قدمها هؤلاء الأبطال في الدفاع عن أرض الرافدين. ختاما سادتي، لا يسعنا إلا أن نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله. مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع قدمت لكم حماة العراق.